نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 بيان الرسالة والأنبياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الغدا كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء اصطفى على العرش خط اسمه واجتبى حسين على الشمس يعلو ضياء ومن خاتم الأنبياء خطاء يا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل العبا الطاغرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك يجلو الظلام أيا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الغدا كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك وطوبى لمن نال حقا رضاك فنحن اهتدينا بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطر سوى المؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين وهذا صدى الخدم الأوفياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الغدا كل عين حسين 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 حسين
نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في الخافقين. حسين 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 حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. باسم المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة، نرحب ونبارك بخريجي الكلية العسكرية الدورة التأهيلية 84 دورة الولاء للعراق، كما ونرحب بخريجي معهد الفنون التأهيلي للتدريب الإعلامي والصحفي فرع واسط. نسأل الله العلي القدير أن يوفقهم في خدمة الإنسانية والدين والوطن. يتفضل الملازم محمد كامل عباس لترديد القسم، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ضباط الدورة 84 دورة الولاء للعراق، نلزم أنفسنا في محضر الله جل جلاله ورسوله الأكرم محمداً صلى الله عليه وآله وريحانته الإمام الحسين عليه السلام وأساتذتنا وشعب العراق الكريم والعالم أجمع، بأن نكون أوفياء للإنسانية والدين والوطن، وأن نقدم خالص جهودنا العلمية في البناء والتقدم والرقي لبلدنا، وأن نبذل قصارى جهدنا وبالغ سعينا في تحقيق ذلك، مراعين فيه القيم والمبادئ الحقة التي ضحى من أجلها الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون، لا سيما مولانا الإمام الحسين عليه السلام. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين 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 يا أبا عبد الله، تملك إحساسي روحي وانفاسي. حسين تملك إحساسي روحي وانفاسي، صاحت انفاسي انت مولانا، صاحت انفاسي انت مولانا، بالقلب نبضة قبلته وفرضة. حسين بالقلب نبضة قبلته
ارضه يا سعد حظه اللي ينقبل خادم يا سعد حظه اللي ينقبل خادم يا ابو الخير خادمك انا يا ابو الخير خادمك انا القلب صاح انت مولانا انت مولانا باسمك يا حيدر علمنا انتشار عليك علي شيل ايدك الكل شيل ايدك وقولها باسمك يا حيدر علمنا انتشار قول طول الدهر طول الدهر نحيا ونموت بولاية علي باسمك يا حيدر باسمك يا حيدر وينك ابو الغيره قول باسمك يا حيدر احكي باسمك يا حيدر علمنا انتشار طول الدهر طول الدهر نحيا ونموت نحيا ونموت ولاية علي نحيا ونموت بولاية علي يا علي يا علي ولا أمال ولا أمال ولا أمال تفوح أزهار فرحتنا ولا أمال وقلبنا بحب علي ثابت ولا أمال بساعة لا ولد ينفع ولا أمال ولا أمال ينفعك حب علي حامل حمية يا الله بشرف مولانا أمير المؤمنين تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول يا الله بشرف مولانا أمير المؤمنين اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة يا الله عافي وشافي جميع المرضى وعلى الخصوص من أوصانا الدعاء إلهي بالحسين من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد إلهي بالحسين غير سوء حالنا بحسن حالك عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خدامه ومن المستشهدين ما بين يديك يا الله إلى شرف النبي وآله أرواح المؤمنين والمؤمنات موتى الحاضرين والسامعين شيعة أمير المؤمنين خدام الحسين أمواتي وإلى أرواح شهدائنا الأبرار نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.